النهاردة هنعمل مع بعض صبغة طبيعية للشعر باللون البني، صبغة بدون أي مواد كيميائية تضر شعرنا أو تأثر عليه أو تخليه يتساقط أو يضعف. كل المكونات معانا مكونات طبيعية هتفيد شعرنا وتغذيه وهتساعد على تنعيمه وتطويره بسرعة، هتدينا لون روعة وتغطية ممتازة للشعر الأبيض. لما تجربيها هتكرريها وتعتمديها بديل للصبغة الصناعية، خصوصا لما تعرفي فوائد كل مكون من مكوناتنا النهاردة. هتعتبريها ماسك مغذي لشعرك وتغطية وتلوين للشعر الأبيض وأي شيب عندك. المكون الرئيسي في وصفتنا النهاردة هو القهوة أو البن. القهوة غنية بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، بتعزز نمو الشعر وبتوقف التساقط، وبتقوي بصيلات الشعر الضعيفة وبتعالج أي تلف فيه، بتزود كثافة الشعر وبتحسن الدورة الدموية في فروة الراس، وبتزيل أي خلايا ميتة منها، وبالتالي بتقوي جذور الشعر. كل دي فوائد غير دورها الأساسي في وصفتنا النهاردة، إنها بتعزز لون الشعر الأسود أو البني وبتغطي الشعر الأبيض. هنحتاج كوباية كبيرة من المية وهنضيف عليها 3 معالق من البن. وهنخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وهنرفعها على نار هادية تغلي لمدة 5 دقايق، وده بيكون شكلها بعد الغليان. هنضيف عليها معلقة كاكاو مر. الكاكاو بيرطب الشعر وبيديله كثافة، وبيساعد في نموه بسرعة وبيمنع التساقط، بيغذي الشعر وبيعالج مشكلة جفافه وتقصفه، وبينشط بصيلاته من الجذور للأطراف. بيعتبر الكاكاو حل مثالي للشعر المجعد الخشن، لأنه بيديله نعومة ورطوبة من أول استخدام. ضفنا معلقة الكاكاو وهنخلطه كويس جدا مع باقي المكونات بالشكل ده، وهنضيف عليهم معلقة من بودرة نوى التمر. كنت عملتلكم فيديو عن نوى التمر والقرنفل وطريقة تحميصه بالشكل ده وفوائده لإنبات الفراغات وعلاج التساقط في الشعر والرموش. كمان هيعزز لون الشعر وهيغطي الشعر الأبيض وهيزود نعومته ولمعانه. هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف. ضفنا معلقة من مطحون نوى التمر والقرنفل وهنخلطهم كويس جدا مع باقي المكونات. وهنضيف كمان معلقة من القهوة سريعة الذوبان، هتعزز اللون البني مع القهوة العادية وهتغطي تماما الشعر الأبيض وتديله لون ثابت، هتغذي الشعر وتنشط الدورة الدموية فيه وتمنع التساقط. ضفت القهوة سريعة الذوبان وهخلطها كويس مع باقي المكونات بالشكل ده. وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من نشا الذرة. النشا هيساعد على تنعيم الشعر وتقليل تقصفه، هيرطبه ويديله لمعان وهيحفزه على النمو. النشا بيغذي بصيلات الشعر وبيعالج مشكلة التساقط. ضفت معلقة النشا وهقلبها كويس مع باقي المكونات لحد ما النشا يدوب تماما، وهرفعه على نار هادية لمدة 5 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما احصل على قوام كريمي وناعم، وده بيكون شكله بعد ما رفعناه من على النار. قوامه روعة ولون بني ممتاز بمكونات هتغذي شعرنا وتلونه في نفس الوقت. وعلشان نزود فايدة الخلطة دي هنركنه على جنب علشان يبرد، ونعمل الخطوة التانية من الوصفة. هنحتاج صفار بيضة واحدة. صفار البيض غني بالبروتين والفيتامينات المختلفة زي البيوتين وحمض الفوليك وفيتامين A وD، اللي هيعالجوا تساقط الشعر وهيعززوا نموه وطوله في وقت قياسي. صفار البيض بيقوي الشعر وبيرطبه وبيحميه من التقصف والهيشان وبيعالج أي ضرر فيه. هخلط صفار البيضة بالشكل ده وهضيف عليها معلقة من زيت الزيتون، غني بمضادات الأكسدة اللي هتعالج أي تلف في الشعر، هتغذي بصيلات الشعر وهيحفزه على النمو، وهيقضي على التشابك والهيشان وجفاف وخشونة الشعر. وهضيف كمان معلقة من زيت جوز الهند، هيغذي الشعر وينعمه ويرطبه وهيعزز الدورة الدموية فيه. هخلط صفار البيضة مع الزيوت كويس جدا بالشكل ده. وهنحتاج في وصفتنا بديل الأكسجين أو مثبت اللون، وتقدري تستخدمي عصير الليمون أو خل التفاح. أنا هستخدم النهاردة خل التفاح، هضيف معلقتين على الخليط.
خلي التفاح مفيد جدا للشعر، بينظف فروة الرأس وبيقضي تماما على القشرة اللي بتكون سبب من أسباب التساقط. ضفت معلقتين من خل التفاح على خليط البيض والزيوت، وهضيف الخليط اللي سبق وحضرته بعد ما يكون بارد تماما على صفار البيض والزيوت وخل التفاح، وهخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. خلطة ممتازة لكل أنواع الشعر، هتغذي وتنعم وترطب شعرك وهتحفزه على النمو وتطوله وتديله لمعان وصحة، وهتقضي على أي جفاف أو تقصف فيه. هتطبقي الوصفة على شعرك بنفس طريقة صبغة الشعر، هتقسمي شعرك 4 أجزاء وهتوزعي الخليط على شعرك من الجذور للأطراف، وضروري تتأكدي إن الخليط وصل لكل جزء في شعرك وغطاه تماما. هتغطي شعرك بالبلاستيك راب أو بوني بلاستيك، والأفضل نتيجة هتسيبيه ليلة كاملة على شعرك، أو تقدري تسيبيه من 2 لـ4 ساعات، وبعد كده هتغسليه بالمية الفاترة وعليها معلقتين من خل التفاح لزيادة تثبيت اللون. من أول استخدام هيديكي شعر بني لامع وناعم وتغطية كاملة للشعر الأبيض. بجد هتتفاجئي بالنتيجة. الوصفة دي مش بس لتلوين الشعر، إنما هتلاحظي بنفسك مرونة ونعومة شعرك وسهولة تسريحه، والتساقط والهيشان هينتهوا تماماً. جربي الوصفة دي لتلوين الشعر باللون البني ولتغطية أي شيب أو شعر أبيض، بجد هتعجبك جدا وعلى ضمانتي. واكتبيلي في الكومنتات النتيجة معاكي، ولو عندك أي سؤال اكتبيلي وهرد عليكي. ولو استفدتي النهاردة بأي معلومة ياريت لايك وشير عشان غيرك كمان يستفيد، وشكرا جدا على المشاهدة. النهاردة هنعمل مع بعض صبغة طبيعية للشعر باللون الأشقر الذهبي، صبغة بدون أي مكونات تضر أو تسبب جفاف أو تقصف للشعر. بالعكس، وصفتنا النهاردة هتغذي وترطب الشعر وفروة الرأس، هتوصل الدم للبصيلات، بالتالي شعرنا هيطول ويزيد كثافة ونعومة. كل مكوناتنا النهاردة متوفرة في كل بيت، وهتديكي لون ذهبي روعة من أول استعمال. جربيها مرة واحدة وهتبهرك النتيجة. أول خطوة معانا هي أننا نجهز مغلي البابونج، مطهر طبيعي لفروة الرأس، هينشط بصيلات الشعر وهيساعدها على نموه، هيعالج مشاكل التقصف وهيساعد في تفتيح اللون وهيزود لمعانه وصحته. هنحتاج حوالي 2 معلقة من زهرة البابونج. وهنضيف عليها 2 كوباية كبيرة من المية، وهرفعهم على النار يغلوا لمدة 5 دقايق، وده بيكون شكله بعد الغليان. هصفيه علشان احتاج مغلي البابونج بس في وصفتنا. صفيته وهركنه على جنب واسيبه يبرد تماما، واجهز باقي خطوات الوصفة. وتاني مكون معانا هو البيض، هحتاج في وصفتنا بيضة كاملة. البيض بيجدد بروتين الشعر وبيحافظ على صحته، بيحفز نموه لانه بيغذيه من الجذور للاطراف، بيحتوي على مادة الكبريت المفيدة جدا للشعر، بيزود لمعانه وترطيبه ونعومته. هخلط البيضة بالشكل ده كويس جدا، وهضيف عليها 6 معالق من مسحوق الكركم. الكركم هو اللي هيدي الشعر اللون الذهبي في الصبغة، غير انه له فوائد كتير جدا لصحة الشعر. هيعالج اي مشاكل في فروة الرأس زي الالتهابات والاكزيما والثعلبة، واي تلف او ضرر في بصيلات الشعر، لانه غني بمادة الكركمين المضادة للالتهابات والحساسية. هيقوي بصيلات الشعر لأنه هينشط الدورة الدموية فيه، وبالتالي هيمنع التساقط وهيزود كثافة الشعر وقوته. غني بمضادات الأكسدة، هيعالج قشرة فروة الرأس اللي بيكون سبب رئيسي للتساقط. ضفت الكركم وهخلطه كويس جدا مع البيض. طبعا كل الكميات دي تقدري تضعفيها حسب طول وكثافة شعرك.
وهضيف عليهم مغلي البابونج بعد ما يكون بارد تماماً. وهخلطه كويس جداً مع البيض والكركم. وهنحتاج نضيف مثبت للون، تقدري تختاري بين الاتنين دول، عصير الليمون أو خل التفاح، بيدوا نفس التأثير في تثبيت لون الصبغة وبيخلوا اللون يظهر أكتر في الشعر. أنا هختار خل التفاح وهحتاج منه حوالي معلقتين كبار. خل التفاح هيخلص الشعر من القشرة وهيطهر فروة الراس وهيقضي على أي فطريات أو بكتيريا فيها، وبالتالي هيزود نمو الشعر وطوله. هخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وهضيف كمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون. هيرطب الشعر ترطيب عميق وهيحفز نموه ويقويه، هيعالج التقصف والهيشان وانقسام نهايات الشعر. ضفت زيت الزيتون واخلطه كويس جدا مع باقي المكونات لحد ما يتجانسوا تماما ويكون عندي خليط قوامه ناعم اقدر اطبقه على شعري، وده بيكون شكل صبغة الشعر الطبيعية باللون الأشقر الذهبي، صبغة الكركم والبيض. هتلون الشعر وتفتحه وتغذيه وترطبه. هتقسمي شعرك لخصل صغيرة وتوزعي الصبغة عليه من الجذور للأطراف، وبعد كده هتغطيه ببونيه بلاستيك أو البلاستيك راب. يفضل تعمليها بالليل وتغسليه تاني يوم الصبح. اغسليها بالشامبو المعتاد واشطفي شعرك في الاخر بمية مضاف ليها ربع كوباية من خل التفاح لزيادة تثبيت اللون. جربي الوصفة ولو عندك اي سؤال اكتبيلي في الكومنتات وهرد عليكي بإذن الله. وشكرا جدا على المشاهدة. شعر الطبيعية هنعمل صبغة شعر باللون الاحمر. الصبغة النهاردة هتوصل التغذية لبصيلات الشعر وهتديله لون احمر لامع هيفضل ثابت لمدة طويلة. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان تعرفي الطريقة. هنحتاج في وصفتنا للحنة. الحنة بتقوي الشعر وبتغذيه وبتزود كثافته، بتقلل من التساقط وبتعالج أي التهابات في فروة الراس. كمية الحنة اللي هتستخدميها بتكون على حسب طول وكثافة شعرك. جهزت الحنة وهجهز الخطوة التانية في الوصفة، وهحتاج فيها للكركديه. بيحفز نمو الشعر وبيقويه، غني بفيتامين سي والأحماض الأمينية اللي هتساعد في تحفيز مادة الكيراتين. بيعالج القشرة وبيساعد في إنبات الفراغات وتكثيف الشعر. هحتاج حوالي معلقتين كبار من الكركديه وكوباية كبيرة من المية، وهرفعهم يغلوا على النار لمدة 5 دقايق لحد ما لون المية يبقى بالشكل ده. هضيف مغلي الكركديه على الحنة وهخلطهم كويس جدا مع بعض. وهضيف عليهم دم الغزال، هتلاقيه عند العطار بودرة أو سائل. الإضافة دي هي اللي هتدي اللون الأحمر الواضح والصريح في الصبغة. ضفت معلقة كبيرة من بودرة دم الغزال وهخلطها كويس جدا مع باقي المكونات. واخر مكون معايا هو خل التفاح، تقدري كمان تستبدليه بعصير نص ليمونة. خل التفاح هيثبت اللون وهيخليه يظهر اكتر، غير انه هيقضي على قشرة فروة الراس السبب الرئيسي لتساقط الشعر. ودي بتكون صبغة الشعر الطبيعية باللون الأحمر. هتوزعيها على شعرك من الجذور للأطراف، وهتغطي شعرك ببونيه بلاستيك. يفضل تعمليها بالليل وتغسليها الصبح، وبعد كده اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد.
هيديكي لون أحمر روعة من أول استخدام. تقدري تكرريها مرة كل شهر عشان تصبغي الجذور. يفضل طبعا لو استخدمتي الحنة في أي وصفة للشعر إنك تعملي حمام زيت أو حمام كريم. جربيها بجد لون صريح وثابت لأكتر من شهر، ولو عندك أي سؤال اكتبيلي في الكومنتات وهرد عليكي بإذن الله. لو لسه ما اشتركتيش في القناة دوسي اشتراك اللي باللون الأحمر تحت الفيديو وفعلي زر الجرس عشان يوصلك إشعار من كل فيديو جديد بنزله، وشكرا جدا على المشاهدة.